السلامة، مرحبا بكم. أنا مدام سونيا بن عمر، أم مريم بن عمر اللي عمرها 4 سنين. بنتي معناها مرضها له وخلقي له حتى شيء. مرض بنتي خطأ طبي في سبيطار مهدية، صارت لها انفكسيون في الولادة. فاجئ اللي بنتي عندها قصور سمعي عميق عميق جدا، لدرجة أنه مش تتكلم. عديت بريفي، عديت في السبيطارات، جريت، قالوا لي فماش امل. الا في اخر لحظه قالوا لي فما زراعه قوقع. الحمد لله يا ربي، معيشين الحمد لله، ما نكذبش الحمد لله. لكن ما نقدرش على 35 مليون اللي نعمل زراعه قوقع لبنتي. تو جريت 3 سنين وانا باش حضرت الملف، تصوروا 3 سنين نعمل سكانير، بعد 5 6 شهور باش يعطوك ليارين، بعد 3 4 شهور باش يعطوك موعد للكلاوي. معناها تصوروا قديش ضيعت وقت باش حضرت الملف. نهار 28 فيفري حطيت الدوسي نتاعي في تونس، ولتو نستنى 28 فيفري 2019. في نص الساعات ما نفهمهاش، نولي نبكي من الجمش. ما تصوروش الوجيعة القوية اللي فيها. ما فماش حاجة تفرحني في الدنيا انه بنتي تتكلم وبنتي تقرا. ما فما حتى امل. تو نعملوكم في سبتمبر، نستنى في سبتمبر، اقسم لك بالله نحسب في الايامات. وقتاش يجي سبتمبر ما فما حتى شيء. قالوا لنا في راس العام ما فما حتى شيء. راهي بنتي ما تتكلمش، تفهم كل شيء اما ما تتكلمش. بربي بربي ارول مريم، ما تروش لا ليا لا لبوها لا ترول حتى احد. ارول جيعت ام محروقه، وارول صغير 4 سنين وما يتكلمش. وشكرا.